بغيت لك الدرب حتى شي واحد ما كيعرف شي واحد انت غير تلقى اختي دابا ملي كتمشي عندهم ماشي كيخليوك تقدر تموت تقدر تعيش المهم سيني على هذا سيني على ان غادي كتقول لك البرا الدمج غادي تموت طربي حداها جميل اليوم ثاني مشيت زيدي زيدي حداها قالوا لي هادو قالوا لي ها ما ندويش والله الا كل نهار كنمشي يومين يومين سولوك على الورقه واش ديري زيتيها ولا لا جليزيتي ولا مجليزيتيش دابا قال لي صافي سيري جليزيها وغنشدو ملي غتجيبيها لينا غنشدو لي واحد رانديفو حقا غنوسعو ليه الصمامة نقدرو نبدلوها نقدرو نوسعوها حيت دابا المشكل ديال القلب وديال البولة اه بجوج الصمامات قالك جوج تزيرو بزاف واش عمالو غنديو فين يلا اش غادي نديرو اللوري انا عارف ما نديرو الله سبحانه وتعالى داك الشكل اللي غادي فين الله في ملكو يا رب شنو لازم سيدي تما ضربات واش تما جاتي التحاليل جميع التحاليل درناها ملي قالوا لنا ديروها كنديروها في الاخر كيقول لكم سيري تسناي وسيري تسناي ملي تسنينا ملي جا هذا الوقت قال لك كل نهار كيعيطوا لي صحاب نبوله ملي كنبدي لهم قالوا لي سيري لا ما كنطلعوش الناس اه صافي ماشي مشكل صافي بقات لا حول ولا قوة الا بالله قد مولا نتايا الكاميرا ديالك ماشي مشكلة خليها نمشي إذا نبداو على بركة الله مشاهدي قناة شوف تي في السلام عليكم وعواشركم مباركة كنتمنوا أن مولا حسن هنا بكيت وقع الكونيكسيون مزيان اتصالات لا كانت اتصالات ما كتبقاش بزاف صافي مزيان سير جيبي خوك بنتي لا وصل الوقت اذا مشاهدي قناه شوف تي في كنعتذروا على هذا العطب الخارجي عن ارادتنا عطب واللي ثاني اللي كنبان مشاهدي قناه شوف تي في غنعاود معكم من الاول بالنسبه للناس اللي ما كانوش كيسمعوا اننا كنتواجدوا في بيت السي عبد القادر اللي للاسف الشديد الحاله ديالو هو الصحه كيعطيها لنا الله ولا بغى الله حتى هو تياخذها والاعمار بيد الله والشفاء بيد الله الانسان تيدير السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى ما خلق الله من داء الا وانزل معه الدواء الا الموت هادشي كلنا تنعرفوه ان الانسان اي مرض راه عنده الدواء ديالو حنا كاع كورونا واللي قالوا الناس انها ما كتداواش وانها كتقتل وانها ما عرفوش ليها منين جات الحمد لله لقاو ليها اللقاح والناس راه داوات للاسف الشديد سعد القادر الدنيا دواره دارت به وغدراته وصحيحته تنتمنى الله سبحانه وتعالى انه يشافيه ويعافيه وما نبقاوش نشوفوا الدموع لان دموع الرجال صعيبه انها تنزل مرض القلب ومرض المتانه مرض المهوله تنعرفوا ان الرجال الاغلبيه كيتصابوا به ماشي شي حاجه صعيبه كدار عمليه وربي كيجيب الفرج من عنده ولكن للاسف الشديد ملي مشى يفتح الطبيب عطاه واحد الورقه واش قانونيه واش من الانسانيه انك تعطي لواحد المريض انه يدخل على عمليه جراحيه وتعطيه واحد الورقه تقول لي سير ليغاليزيها بانك تقدر تموت في التخدير تخيلوا معايا الا بغيتي تمشي تحيد غير الضرسه كتبغي النفسيه ديالك تكون مرتفعه وانك تكون بخير وما خايفش وخصك تدخل وانت فما بالك انك تدخل واحد العمليه جراحيه اللي هي خطيره كتبغي النفسيه تكون مزيانه والطونسيون يكون هو هذاك هذا السيد قال له سير دير واحد الورقه ديليزيا بانك تقدر تموت في التخدير واش قانونيه الله اعلم ما نقدروش نعرفه ولكن انسانيا واش بانت لكم انها يعني مزيانه السلام عليكم سعد القادر كيف بقيتي اخويا تهضر معايا واحد شويه باش ما نجهدش عليك عاود لي اخويا عبد القادر وتمشي هاد اللي عطوني رانديفو تمشي هاد اللي تحرروني للتحاليل للتحاليل كثيرة للتحاليل برا جيبوها التليفون ما عندناش وفي الاخر يعطيك رانديفو جوج رانديفو جوج التحاليل ما عادش غتعاود تعالي من جديد يعني انت في هاد الحالة الصحية دابا انت ما قدرتيش تمشي غير من هنا للطواليت ما
و تيقولوا لك سير دير التحاليل ومن بعد التحاليل كيعطوك رونديفو مي كيجي رونديفو كيلقى التحاليل سالاو تعاودهم الله يا ربي الله وسير والطاسيات حمرين سير بالسير سير جي وقار معايا الزوجه ديال سير سير معنا معايا بنت الناس وفي اخر المطاف شنو قال لك؟ غنفتحو لك ولكن بشرط مشي للمقاطعه ودي لي زادو هادو راه انت عمليه سير في البيت موت يا سلام والاعمار بيد الله ما عمرني عرفت ان 90% تموت الاعمار بيد الله سبحانه كيفاش كيعطيك نفسك انك تقول واحد الانسان باقي كيتمشى في البلد الكاد بريلي البن يموت بريلي البن يموت صراحه الله يرحمك في الدنيا انسان الله يرحمه كيفاش حسيتي ملي قال لك هاد الهضره هادي صافي تحط ورقه وليت في حياتي واش هاد واش هاد لا ما شنوش الوليد نفسية ديالك دمرات يعني واخا تدخل هاد العملية راك غادخل وانت كتقول انا داخل غنموت خاصك توادع مع وليداتك باش غادي نقاس بارك الله اخويا شنو جيتو شنو راك تمشيو عند الزوجة اللي تبارك الله عليها قربي حدايا اختي جميلة ياك تبارك الله عليك المرأة المغربية مثال ديال المرأة المغربية الحرة بنت الناس المرأة المغربية ما كتلوحش الزوج ديالها كتهزو الى اخر نفس كتهزو لك يهزها ما عرفناش انا بيدي لا ما عرفناش شكون ساق شحال واحد كان مريض وبقى حي شحال واحد كان صحيح جاته موت الفجأة وهذا الشيء اللي تنشوفوه اش كيفاش بان لك هذا الشيء اختي جميل؟ واخا فاش غنقول لك تخلعني هذا الشيء وكيقولوا لي بحال هكا تخلعني ما كنقدرش نقول لك انت راه تموت عندهم هنا ويقول لك بزاف تموت لا ما تموتش حدا ولاد هذوك غاولي لك بسوق البيض والسيد على قيد الحياة احسن يموت حدا ولاد حيت هذا الشيء اللي كيقولوا لك كيخلع من النسبة خرج ليا البناج تاع القلب من داخل هو كيقول لي اختي انا طبيب تاع الانعاش تاع القلب انا غنشرح لك يشرح لي قال لي السيد 100% 90% اللي يخرج حي يقدر يموت قال لي ما متاكدينش قال لي حتى تما ما بشوش ماتوا لي قال لي كيتنفس مزيان ما كيقدرش قال لي يزيد ما عندوش تنفس قال لي نقدروا ندوكو للبن كيقدر يموت في البلاصه دابا يديروا لينا التيزير ديروا لينا التيزير ندخلوه فيه هو مات الله يخلي الولدات هو الابتسام جميله اختي هو العمليه راه اي واحد يقدر يدخل ليها ولو تكون عمليه بسيطه غير ديال المراره يقدر يدخلها الانسان يقدر يموت ويقدر يبقى في الحياه يقدر ولي هما ماشي عطاوك شي امل يعني في البنج غادي يقدر يموت ما غاديش يقدر البنج قال لك غادي ياثر عليه ملي مشيت للطبيب تاع القلب قال لي درجه عندهم يديروا لك هذيك الحبوبه خاصهم يديروا لي الفحص بالمنظار جيبيها لينا ملي كنمشي عندهم هما كيصيفطوني عند مول القلب هو معاك هو معاك هو معايا ملي كنت غادي ما كيجيبش يزيد ما يقدرش يزيد يخليني انا كنمشي كنقلب وكون صايب لي الوراق وكون جيت ثاني كندي بعد خطرات كيتزير ليا هنايا كندي في الليل مع الساعه تاع الصباح مع كنجي حتى لوحدي تاع الليل جوج تاع الليل وخطره ما عادش كنجي يعني هو ما كيجيبش يزيد كنطلب غير السيكيريتي كيهزو ليا بين يديهم كيطلعو يحطو كنقول ليه شي حاجه بحال كون شكر راس ولا شي حاجه كيقول لي عطيني 100 درهم ولا 3000 يعني الدرهم ولا 3000 ما عنديش كنجيبها خدام ما ردام هو ما خدامش وانا ما خدامش يعني غنجيب هاد الفلوس باش غادي نهزو كنشوف حتى كنقنع وكنطلب لي ديسك كنطلبو كنقول عافاك اخويا هزو معايا هنا شويه هزو معايا هنا شويه حتى كيهزو ديالي حتى كي يدقوا لي براوات وبقى تنتسنى حتى يدقوا لي البراوات راه خاص كيدخلوا للانعاش كيديروا لي التان فوس كيدقوا لي البراوات كنبقى حتى الوحده جوج عاد ماشي ولا جميل شحال من عام دابا عام ونص وانا كنعاني اما هو شحال من باش مريض شي 11 عام ولكن ما كانش في الحال ما كانش في الحال كان صحيحته كان صحيحته وكان ثاني مرض وبقيت كنطلب عليه وندير حتى درت لي عمليه سرحت لي العرق سرحوا لي المحسنين مشيت عند نهاد بن عبيده هي اللي جمعت لي وداروا لي العملية داروا لي في كلينيك الشفاء ولا بخير شوية وشوية ورجع لي هادشي دابا قالوا لي السما ما تجيش هادشي هو اللي كدا ولا عا يقولوا لك شي حاجة يديروا معاك شي حاجة ما تكونش واخا تيديروا انا ما عنديش باش نبقى غادا جاية غادا جاية والتحاليل شي كنديروا بالفلوس شي عندهم تما كاين وكنطلب عا واحد السيدة هنا خدامة في السبيطار هي اللي كنقول معايا كتساعد دابا كاينه هي مسكينه كتشري راه كيفوات وكطلب عليا الناس اللي خدامين تما كطلبهم
ملي كتشوف هو كيمشي حداها حدو وقف بحال كون طاح غادي طاح صافي مابقاش كيزيد بحال دابا الشيء اللي شفتو دابا بحال كون مابقاش كيزيد ولات كتقول لي خطفي المستعجلات الى بغيت تنفوس ولا شي حاجه انا غادي نعيط دابا كتمشي من هنا حتى لموريس دابا كاينه رحله العلاج وكاينه رحله العذاب هي ديالك انت هي رحله العذاب لا ترونسبور لا باش يتحرك لا فلوس لا حتى شي حاجه كنمشي غير كنتساطح غير كنتساطح حتى كنمشي وكنجي كنضلي بالجوع ما ياكل ما كيشرب كتجي تخلي الدراري حتى ماما واكلين ما شاربين الدراري مكفسين الحمد لله الحمد لله الحمد لله عندنا ما نديرو هادشي تاع الله لا اله الا الله محمد رسول الله شي جاب الله مرحبا بنا عندنا ما نديرو دابا انت يا جميله هذه حاله من العديد من الحالات اللي كنصادفوها في السبيطار ديال بنوشت للاسف الشديد حنا جميله راه بنت مدينه الدار البيضاء فما بالك كاين الناس اللي كيجيو من مدن اخرى وكيعانيو هاد المعاناه ما غيحس بيها غير اللي مجربه غير اللي مجربه ولا غيحس بيها راه نقدروا نسمعوا هاد الهضره وتدوز علينا مرور الكرام ولكن اللي مجرب هذاك الالام وهذاك هذيك المعاناه وهذيك رحلات العذاب ديال نزل يكون معاك مريض خاصك توقف خاصك تقلبي على طاكسي خاص فين وقف الطاكسي ما كنسيبش الطاكسي ما كيبغيوش ينزلوا يسلمي رزقو ما كيبغيوش يمشيو لهنا يقول لك لا بعيد وما عندكش فين ندي واحد الخطره تزير لي في الليل بزاف بقيت كندور كنطلب اللي يدي لي باش عيط على امبيلونس ما كاينش عيط لامبيلونس قال لي 12000 12000 ما عندكش 12000 منين غنجيبها باش غنهزها قال لي الا بغيتي نجي والشتا كتصب فيا ما تشتا فين كان الشتا قال لي بغيتي نجي 12000 وانا ما عنديش بقيت كنمشي ما قلتليش غدير باقي كيف الزنقة والشتا كتصب علينا والبرد يقول لي ستي تاكسي هزيني ما ستيش رديني صافي هذا هو الحال شتا عاد عيط للراجل حتى هو بقى كيشير على تاكسي وانا شاده وكيعرب وكسخفان والشتا كتصب والقحبه داكشي كيزيد بهذا المريض كيزيد الام الام على الام عاد ملي شافوه بحال هكا راجل ختو قال لي بقاي شاده وما غنشد لك التاكسي عاد شد لي راجل ختو التاكسي وعاد ديته لا حول ولا قوه يلا ما نسيتش نسيت الصباح وانا باركة تما كنت سيكيوريتي هما اللي هزوا لك الورق سيكيوريتي هما اللي هزوا حيت ما قلتش يزيد وما قلتش نهزو انا ديما هادي كندير لك واخا خويا تقدر شنو النداء اللي بغيت دابا انت كنتي في صحيحتك كنتي هاز راسك بداكشي اللي قسم الله فاش كنتي كتخدم خويا عبد القادر؟ يعني ما عندك لا لاكيس ما عندك حتى حاجه ما عرفتيش واش كيفاش 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 الدنيا وصحيحتك خانت احس يعني اصعب خيانه هي تخونك صحيحتك عرفت قادر خويا شنو هو النداء اللي تبغي توجهو من خلال قناه شوف تي في شوف الناس شوف حالي وعاشوني وشد ما كنتاو بغيت شي واحد يتكلف لك العلاج ديالك شحال عندك الوليدات اخويا عندي ثلاثة باقي ثلاثة ثلاثة باقي محتاجين ثلاثة باقي محتاجين على 11 عام على 9 سنين وعمرته 5 سنين ثلاثة باقي اختي جميلة شنو النداء ديالك شنو النداء ديالك باش توجهي نطلب الله من المسؤولين والله يعاونهم الله يسهل عليهم ويديروا لي غير العمليه غير يصح هادشي اللي كنطلب كنطلبو غير يصح غير يديروا لي العمليه الله يسهل عليهم الله يرحم بها الوالدين دابا انت هاد الورقه غتبي لي ديال ما زيديتهاش واختي دابا مشيت عندهم قالوا لي تبلي لي ما كليزيتيش ندير لك والو شنو غدير تشوف تسعين وتكي لي شنو عندك الرامي ديالك دابا ان شاء الله الا كليزيت الورقه يقدر يمشي يدير العمليه قالوا لي تقدر دير عنبوله ماشي شي على الصمامه الصمامات من بعد قال لي حتى نشوف البوله والا الا عطاوك راندي في واحد 5 شهور اخرى ولا 6 ولا بغاو لي دابا عاودوا لي الدوسي من الاول قال الدوسي تاعك هذا تاع عام مابقاش مقبول حنا كنعاودوا لك في الدوسي واحد اخر دابا انا 4 ايام وانا كنمشي ونجي مشيت ايام بس مشيت اليوم مشيت ونعس كل نهار كنمشي كيقول لي حنا كنعاودوا لك في اللي بغى يتواصل معاهم اللي بغى يساعدهم بالقليل او بالكثير وخصوصا اننا في هذا الشهر المبارك
شهر الغفران وشهر الصدقات اللي كتكثر فيه الصدقات، والله يتقبل والله لا يضيع اجر من احسن عمل. هذا هو رقم التليفون 06 26 65 72 70. عاودي اختي 06 26 65 72 70. خويا عبد القادر الله يعطيك صحيح تما، والله يشافيك ويعافيك والاعمار بيد الله. هذه كتبقى مجرد ورقه، انا صراحه ما عمرني شفتها اول مره غادي نشوفها، ولكن كنظن انسانيا راه كلشي فيها حتى البنات شي حاجه كلشي عندك هنايا، يعني انسانيا كتجيني شويه قاصحه انك تقول واحد الانسان انك تقدر تقدر تموت وسط العمليه. راه الاعمار بيد الله، راه شحال من واحد كيدخل على عمليه ديال الجميل وكيموت. اي باش ندير اللي عطاني ديال العمليه ديال القلب تعاود لنا النمرة. كتب شي 06 26 65 72 72 72. صافي صافي، هذاك هو الرقم ديال هادي ديال العملية تاع المولى بين ماشي في البناج وشي ضروري. إذا نختمو اخويا عبد المولى، بارك الله فيكم، الله يشافيه الله يطول في عمره، الله يخليك لوليداتك اخويا عبد القادر، الله يحفظك لوليداتك. شوف راه شحال من واحد قالوا لي غتموت، هذاك اللي قال لي ختموت هو ديما تولقى حي، ما تنعرفوش بان الاعمار بيد الله، الله سبحانه وتعالى لكل اجل كتاب. ما كاينش يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك شي واحد راه عارف شي واحد امتى غيموت، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعرف. كون كنا كنعرفوا راسنا امتى غنموت وكرا وهلي كرا الحياه ما تكونش هكا. مشاهدي قناة شوف تي في، غنختم معكم هذا المباشر، وكنتمنى انكم تواصلوا مع السيده جميله وسي عبد القادر، انكم تعاونوهم، راه ما خدام حتى واحد فيهم، راه مسكين هو كان كيبيع السجائر بالتقصير، ولكن انتم كتشوفوا الحاله الصحيه، حنا تلقاو الخير في المحسنين، الله يجزيهم بخير، وكنشكروا هذا الصديق الوفي اللي اتصل بينا، واللي كيبكي على صاحبه، انا قبيله شفتو كيبكي بالدموع على صاحبه، تنشكروه ايضا انه اتصل بينا. كنتمنى اننا نقدموا ليه غير شويه ديال المساعده، حنا سبب الكمال على الله سبحانه وتعالى. الى اللقاء. الله يجزيك بخير، الله يرحم الوالدين على واش المتوقع. امين اختي.